وانا اظن كما قلت في كلمه ديال التقديم لهذا البرنامج لهذه المحطه الرياضيه لهذه المبادره لهذا الحفل على ان هذا هو يوم كبير يوم مشهود في تاريخ الاعلام الرياضي بمدينه طنجه. الاعلام الرياضي يجتمع بعد غيبه دامت 20 سنه كان فيها غياب كان فيها ركود ربما غبنا على الساحة الرياضية على مستوى الإشعاع وإنما تواجدنا على مستوى التغطيات الإعلامية المواكبة ولكن على مستوى مثل هذه المغادرات غبنا ونتحمل مسؤوليتنا في غيابنا لأنه تركنا المجال مفتوحا تركنا طبعا فراغا اللي هو كبيرا وبالتالي كان لابد أن نستيقظ من جديد أكيد على أنه كانت هناك حلقة تكوينية لفائدة الصحفيين الشباب استفادوا منها لأن هناك جيل جديد من الإعلاميين الرياضيين بمدينة طنجة ولكن هذا الجيل يفتقد إلى ميكانيزمات الإعلام الرياضي لأن هناك أجناس رياضية هناك تقنيات الخبر هناك تقنية الحوار الإعلامي هناك كذلك السمعي البصري وكلها تقنيات لا بد أن يتسلح بها الإعلامي الرياضي. احنا حاولنا من خلال الحلقة التكوينية أن نضع الرياضيين في الصورة كانت البداية بحلقة تكوينية شاملة كانت فيها واحد مجموعة ديال المداخلات ولكن استفاد منها الإعلاميون الرياضيون الشباب على أمل طبعا أن نضع برنامجا للتكوين مدقق مخصص في قادم طبعا الأيام أو شهور في أبعد تقدير. توجنا طبعا هذا النشاط بهذا الحفل المبارك هذا الحفل الذي حاولنا من خلاله أن نعيد الاعتبار لمجموعة من الرياضيين الذين أسدوا خدمات جليلة للرياضة في هذه المدينة. طبعا هذا الحدث هو يتزامن مع الإشاعة الكبير الذي يعرفه فريق اتحاد طنجة لكرة القدم الذي نأمل طبعا أن يظفر في سابقة بدرع البطولة الوطنية. كذلك هناك مجموعة من الأندية التي تعرف مجموعة من الإشاعات لكرة القدم لكرة السلة لكرة اليد اختصاصات للرياضة الفردية كرياضة ديال الفنون الحرب وما جاور ذلك. إذا طبعا كان لابد أن نعيد الاعتبار لهؤلاء وبالتالي أتمنى أن نكون قد نجحنا نتمنى أن نكون قد أنصفنا البعض من ربما تركة رياضية خلفتها السنوات العديدة التي غبنا عن تتويج هؤلاء. نتمنى في المستقبل القادم على أنه أن تكون هناك مجموعة من الأسماء ضمن كذلك حفل ديال التتويج. نعتذر ربما إذا سقط منا اسم أو اسمين أو ثلاثة ولكن أنا أظن على أن هناك أسماء عديدة عشرات من الأسماء هي في أمس الحاجة إلى التكريم هي في أمس الحاجة إلى الاعتراف بالخدمات التي قدمتها. الآن الإعلام كذلك من خلال هذه المبادرة أنه يعطي رسالة قوية بأن الإعلام هو جسد واحد وإذا اشتكى مثلا عضو تداعت كما يقال سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذا نلملم الإعلام كذلك عملنا على جمع كل الفعاليات الرياضية بمختلف الاختصاصات لابد أن نراهن على هذه المحطة لابد كذلك أن نصحح بعض الأخطاء التي ربما كانت مرافقة لهذا الحفل لابد أن نتقدم إلى الأمام. أنا أقول رسالة للإعلاميين الشباب مكتب الجمعية المغربية للصحافة الرياضية هو مفتوح أمام الجميع راه يتصلوا بنا يجيوا عندنا رحنا الإشارة للجميع لنا صدر رح لا نتعامل بمنطق الإقصاء فالجميع هو منا وإلينا وشكرا على هذه التغطية الإعلامية. شكرا بارك الله فيك.